بلغ جيرانك ما تسيبش حدا. بلغ جيرانك قال له لا تقدر على النار. بلغ جيرانك وتنينها. بلغته قلت له ايش بدك من هناك؟ قال له بقول لي بدي تخرب بيتي. قلت طب في شيء بدي اخذه؟ قال له بقول لي ما تاخذش ولا شيء. قلت له فيش مشكله. سحبت حالي ونزلت لقيت الرقم الكبير اعطيت الجوال له. قلت انا مش قادر. قال لي فرج مالك انت؟ هو بيتكلم معي بالجوال. بقول لي فرج مالك بدك تسيب الجوال انت؟ خليك معي. قلت له انا مش قادر ونزلت. طيب اخوي الكبير معك لاني مش قادر استوعب الكلام اللي بتحكيه. اخذ اخوي وعن كنت جنب اخوي انا طبعا وقفنا تحت. شو مسح ولا شيء هز علينا ولا بعمل مقلب الا بقول لاخوي فض المكان كله فض المربع. قال له انت مين بدك بالضبط؟ قال له انا بدي بيت فرج بس انا بدي المربع يعني بدي بيت المربع لان الشيء بده ينضرب شيء اكبر من حجمه اكبر من حجمه. قال له اخوي بقول له انا طبعا اذا بيت فرج بنات اقدر بيت فرج بنات معروف ما بنضرش الامنين في بيوت الجيران والجنه ايش انت بدك احنا بدنا نحدد فانت خلينا المربع مين ما بيقول لك عليه بتطلعه بتروح عليه على بيته بتطلعه. قاعد اخوي يبلغ البيوت واحد واحد يبعدهم من المكان ما يقارب 200 متر 300 متر على سبتين من الكلام تبعكم اللي بيقول لك بدنا ننسى المربع. قاعد القصف اجينا ولا بنتفاجئ في المنظر اللي انت شايفه واللي انت صورته انه منظر بشري دور عائلات يعني تسكن فيها ما يقارب 100 عائله فدع الوطن فدع الناسين انتصر. بقول لي مش انت اللي بتحدد احنا بدنا نقصف مربع كامل وبالاحسن كمان حتى لو قصفنا ما يجوش الناس يتجمهر مره دول لانه احتمال يكون عده اهداف. فلما كان اخوي جوال معاه لما اجينا قال له ما تخلوهمش يقدموا الدفاع المدني تفشى الدفاع المدني اسعاف فغلقوا الجوال وكان مستمر مع اخوي بعد القصف. فقال له قد خليش حد يخش بدنا نقصف كمان فخشوا الناس والدفاع المدني فوقفوا الشيء. جينا فجأة ذهب ايش اقول لك برميل وصاروخ